السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم على الموكا، وايه هي الموكا وهنستخدمها ازاي كفريم ورك للتستنج. تمام، طب اولا عشان اتكلم على موكا لازم اعرف هو ايه. قال لي هو جافا سكريبت تيست رانر، تمام، بستخدمه مع مين؟ مع النود جي اس ومع البراوزر. ده شيء كويس جدا، يعني تقدر اللي تستخدمه في النود جي اس تقدر تستخدمه ايه في البراوزر، ده حاجة كويسة جدا. تمام، كمان بيعمل بروفايد لفانكشناليتي تيست فور السينكرونس فانكشن والاسينكرونس، ده كويس جدا. تمام، ده هنا ايه بيديني فيري سيمبل اند سيميلر انترفيس ما بين النود جي اس والبراوزر. طيب عشان استخدم الموكا محتاج ان انا اعمل لها انستليشن. في عندي انستليشن على مستوى الجلوبال زي ما انت شايف كده، فاقول له ان بي ام اي داش داش جلوبال او داش جي موكا، او على مستوى الديفلوبمنت اقول له داش داش سيف داش ديف بالشكل ده كده. طب انا عايزه هنا ليه؟ انا جبت لك الاثنين وعايز افرق لك ما بين الاثنين بيكونوا ماشيين ازاي. لو انا هستخدمه على مستوى الجلوبال ده معناه هنا ايه؟ ان انستول الموكا جلوبال اون يور لوكال ماشين بيخلي الموكا سي لاي لايبرري افيلبل تو يوز ان الكوماند لاين. تمام، وبالتالي لو انت هترن التيست بتاعك ممكن استخدم ايه على طول موكا بالشكل ده كده واكتب بالرن تيست بتاعي. لو انا هستخدمه على الديفلوبمنت بتاعي بالشكل ده از ديفلوبمنت ديبندنسي، وهتلاقيه دايما بيتعرف في الباكج دوت جيسون في الديف ديبندنسي. تمام، وبالتالي عشان اكسس الموكا باينري لازم اكسسها منين؟ من نود موديول دايركت، فلازم اكسسها بالشكل ده كده. ده الفرق ما بين الديفلوبمنت وما بين هنا ايه الجلوبال. فاحنا عايزين نرن، يبقى اول حاجه ان احنا هنعمل ايه؟ هنرن الانستليشن ده. بعد كده بعد ما عملت موكا سيت اب انا محتاج ان انا اعمل ايه؟ محتاج ان انا اكتب الفانكشن بتاعتي او اليونت تيست بتاعتي للسيمبل فانكشن. يبقى انا هكمبليت الموكا سيت اب، بعد كده هرايت اليونت تيست بتاعي للفانكشناليتي بتاعتي اللي انا محتاجاها. بس خلي بالك اليونت تيست ده هيتكتب فين؟ انا هكتب سكريبت، والسكريبت ده هيكون فين؟ اللي انا اكتبه باستخدام الموكا. قال لي خلي بالك انت محتاج تكريت فولدر اسمه تيست، محتاج كريت فولدر اسمه هنا ايه تيست. ليه؟ لان الموكا بيدور على التيست انسايد حاجه اسمها ايه تيست دايركتوري. فانت مجرد ما هتقول له ان الموكا او التيست فايلز بتاعتي موجوده في الدايركتوري اللي اسمه تيست، هو اوريدي هيروح يدور على الفولدر اللي اسمه هنا ايه تيست. تمام، وبالتالي انا محتاج ان انا كاريت مين دايركتوري في الفول في الابلكيشن بتاعي اسمه هنا ايه تيست. وبعد كده محتاج ان انا في الباكج جيسون هتلاقي تحت سكريبتس في حاجه اسمها تيست، اقول له ان هو تكتب كلمه ايه موك، عشان بعد كده ارن التستنج بتاعي بايه حاجه اسمها ان بي ام تيست. يبقى دلوقتي ثلاث حاجات عايزين نكتبهم، ايه هم؟ اول حاجه سيت اب موك، وده عرفنا ازاي. ثاني حاجه كرييت تيست فولدر على الروت. ثالث حاجه رايت اليونت تيست فور اني فانكشناليتي او اني فانكشن. تمام، رابع حاجة ابديت الجيسون اللي هو الباكج دوت جيسون، ابديت مين السكريبتس او اللي هو التست ده، واكتب هنا يبقى هنا اكتب هنا حاجة اسمها هنا موب. خامس حاجة رن ده، اقول له هنا ايه ان بي ام. فهنا دول خمس خطوات انت محتاج ان انت تعملهم. طيب طبعا انت عشان بعد كده وبعد كده عشان ترايت اليونت تيست ده، فانت محتاج تعمل هنا ايه جافا سكريبت فايل. تمام، ده بالنسبه هنا ايه الخطوات بتاعت مين بتاعت اليونت تيست اللي انت هتبدا هنا ايه تستخدمها. تمام، موضوع هياخد في الاول السيت اب
الموكا، وانا قلت لك السيت اب بتاعها ما فيهوش اي حاجه، ان بي ام انستوليشن للموكا، بعد كده كده تيست فولدر. كل ما عليك بس ان في كل مره انت لو انت عايز بقى تكريت مجموعه جافا سكريبت فايلز عشان تعمل تيستنج، ده بس اللي هيبقى زياده معاك في كل حاجه، لكن الاربع خطوات هيبقوا ثابتين ما عدا الخطوه بتاعت رقم ثلاثه دي اللي انت هتحتاج تكتب فيها ايه؟ الجافا سكريبت تيست او اليونت تيست بتاع كل فانكشن، لكن بقيه الاربع خطوات هيبقوا ثابتين بالشكل ده كده. فده كان هنا بالنسبه هنا ايه؟ ل getting started لمين؟ للموكا. طيب خليني اقول لك، لو انت بقى هنا هتستخدم موكا، خلي بالك ان انا عايز اقول لك على في بعض الحاجات اللي موجوده في موكا اقدر استخدمها از بيلت ان. حاجات زي ايه؟ في حاجه اسمها الاسيرشن، في حاجه اسمها الاسيرشن. كلمه الاسيرشن اللي هي كلمه اللي هو assert is array، ودي بتدي لها الفاليوز بتاعتك، ممكن ترجع لك مسج بتاعتك سواء بترو او بفولس عشان تتاكد فعلا اذا كانت تيست فعليا سكسس ولا فيل. الحقيقه ان الاسيرت ده في بيلت ان اسيرت في الموكا نفسها، او لو انت عايز تستخدم اكستنسيف اسيرشن ففي مجموعه لايبريز بتديني الكلام ده كله. زي ايه؟ زي الشاي والاكسبكت والشود، دول ثلاثه لايبريز انا اقدر ان انا استخدمهم. وانا جايب لك مثال هنا بالشكل ده كده، مستخدم فيه مين؟ الشاي. فانا بقول له require شاي دوت assert عشان يديني الاوبجكت بتاع مين؟ الاسيرت. وبعد كده انا بقول له assert بقى جوه فانكشناليتي بقى زي الاز اري، زي include، زي اللينس اوف. بعد دي الفانكشن، كل فانكشن يقول لها البارامترز بتاعتها والارجيومنت بتاعتها اللي انت هتبدا على اساس تتاكد فعلا اذا كانت تقدر ان انت فعلا تستخدمها ولا لا. طبعا عشان لو انا هستخدم الشاي تمام، فانا هكملها الانستليشن بتاعنا nbi npm i -def شاي، ده الانستليشن بتاعي. يبقى احنا دلوقتي عندنا اثنين لايبرري، الموكا والشاي. ده الويب سايت بتاع الموكا اللي هو موكا جي اس دوت اورج، وهنبقى ندخل عليه عشان نشوف هو في ايه. بعد كده هكلمك على حاجتين مهمين جدا عشان تكون فاهمهم. ايه هما؟ دايما في سؤال، يعني هو مش هيجي يسالك انت بتستخدم اي لايبرري، هو هيسالك على، يعني حتى لو في اي انترفيو بيسالك على التستنج مثلا، ايه هو اليونت تيست؟ بتستخدم لايبرري ايه؟ تمام؟ ايه هي الفانكشنز اللي انت هتستخدمها؟ تمام؟ لكن في سؤالين دايما مهمين جدا او خلي بالك منهم، ما هتلاقيهم موجودين في اي تيستنج فريم ورك. ايه هما؟ هو بيجي يسالك يقول لك هو ايه الانترفيسز اللي موجوده وانا بعمل ديفاين للتيست. خلي بالك وانت في الشغل دايما بتلاقي ان التيستنج تيم بيبقى عنده يونت تيست، والبيزنس اناليس تيم بيبقى عنده تيستنج برضه، وانت كديفلوبمنت بتكتب الرايت رايت يور اون تيست. طيب انا عندي نوعين من الانترفيسز، حاجه اسمها بي دي دي او بيهيفير دريفن ديفلوبمنت، وعندي حاجه اسمها تي دي دي او تيست دريفن ديفلوبمنت. انت كديفلوبر مش هتبقى مسؤول غير عن التست دريفن ديفلوبمنت. انت كديفلوبر هو ده تست دريفن ديفلوبمنت تمام، فده خاص بالسوفت وير ديفلوبمنت، هو اللي مسؤول عن مين؟ عن انه يكتب التست كيسز بتاعته تمام، خاص بالديفلوبمنت بس، هترايت اليونت تيست بتاعك تمام، وخاصه بمين؟ بالديفلوبمنت تيم. طيب الناس الثانيه بقى التستنج تيم والبيزنس اناليست، دول بقى يخشوا في مين؟ في البيهيفير دريفن ديفلوبمنت تمام. ايه اللي بيحصل؟ قال لك ان البي دي دي بي انفيز نيد تو انكلود نوت اونلي السوفت وير ديفلوبرز، مش السوفت وير بس، لا ده كمان النون تكنيكال بيبل اللي هم زي مين؟ زي البيزنس اناليست تمام، والتستنج تيم، دول بيبقوا موجودين في البيهيفير دريفن ديفلوبمنت. وبالتالي لما حد يجي يكلمك يقول لك ايه الفرق ما بين البي دي دي والتي دي دي، او يسالك يقول لك ايه هي الانترفيسز اوف ديفايننج التست، ده لازم اكون عارف ان انا عندي حاجه اسمها بي دي دي وعندي حاجه اسمها تي دي دي تمام. فالبي دي دي دول خاصين بمين؟ ده بيهيفير دريفن ديفلوبمنت، بيبقى مش الديفلوبمنت بس، لا ده كان ممكن معاه اي حد نون تكنيكال باك جراوند او نون تكنيكال بيبول.
ممكن يكون منهم التستنج تيم، ممكن يكون منهم البيزنس انالست، لكن التست دريفن ديفلوبمنت بقى خاص بالديفلوبمنت تيم اللي هيكتب فيها اليونت تيست. طيب وبالتالي انت التو انترفيس دول بيدوني بعض الفانكشناليتي زي مين؟ التست دريفن هتلاقي عندي هنا حاجه اسمها سوت وتست وسوت سيت اب اب وسوت تير داون، كل الكلام ده انت هتبدا تعرفه او بيقول هو بيعمل ايه. البي دي دي بيديني بعض الحاجات زي الديسكرايب والكونتكست والسبيسيفاي والبيفور والافتر، تمام؟ خلي بالك ان الكونتكست ده الياس للديسكرايب، والسبيسيفاي ده الياس للاي تي. وانا جايب لك بعض الفانكشنز، اي احنا بنيجي نكتب تيست بقول له ديسكرايب وادي له اسم الفانكشن بتاعتي، وبعد كده بقول له والله قبل الفانكشن ما تشتغل رن لي التيست ده، بعد الفانكشن ما تشتغل رن لي التيست ده، تمام؟ ده ران وانس اب، خلي بالك كل واحد من بيفور وافتر دول وانس وده وانس، لكن بيفور اتش فيعمل ايه؟ هيران بيفور اتش تيست ان ذس ايه بلوك، وران بيفور افتر افتر اتش بعد كده، واكتب كل تيست كيسز ايه بتاعتي بالشكل كده. طيب ده بالنسبه هنا لمين؟ للموكا. احنا محتاجين دلوقتي نروح على مين؟ على الموكا ويب سايت. هنروح دلوقتي زي ما انت شايف كده، انا فتحت الموكا ويب سايت بالشكل ده كده، تمام؟ وهي عباره عن موكا جي اس دوت اورج، تمام؟ وحتى هنا حاطط له هنا يعني براندنج نيم او سمبل فليكسبل ران، وده عباره عن فيتش ريتشر جافا سكريبت فريم ورك بيرن اون النود والبراوزر كمان، تمام؟ بيقدر يعمل ميكنج اسنكرونس تيست ران، هي بيرن سيريالي والاونج فليكسبل، وفي عنده ريبورتنج، تمام؟ دول مجموعه السبونسر اللي انت شايفهم تحت دول، كل الناس دي بتستخدم موكا. لما انت شايف هنا الاوز زيرو بيستخدم موكا، اشهر الحاجات الخاصه بالجيسون توكن، تمام؟ كل الكلام ده كل دول بيستخدموا موكا، دول ناس الكونتريبيوترز. جايب لك طبعا هنا ازاي تستخدم الموكا، وادي الجافا سكريبت بي اي فور رانينج تيست، تمام؟ جايب لك بعض الموكا اكزامبلز، فتح هنا الجيت هاب ازاي تعمل كل الاكزامبلز اللي انت عايز تعملها، تمام؟ خاصة لو انت عايز تعمل اكسبريس ريست اي بي اي فتبدأ تستخدمها ازاي، فتح لك هو جايب لك ابلكيشن تقدر انت تعمل عشان تشوف التست فولدر بالشكل ده كده، مثلا يوزر تيست دوت جافا سكريبت، شايف هو عمل ايه؟ فانكشن بالشكل ده كده، ترجع كده وهتقول له ده السيرفر بتاعك او الاب بتاعك ايا كان هو ايه، ومثال بالشكل ده كده، وانت متوقع ان انت تعمل تجيت سلاش اليوزر وتكسبكت كذا كل ده انت عايزه بشكل عامل ازاي. ده مثال انا جايب لك من الامثله اللي هو ايه عاملها، لو انت عندك مثلا هنا مثال تاني بالشكل ده كده برضه. طيب ده بالنسبه هنا للاكسبريس بي اي، طبعا انا جايب سيمبل اكزامبل. نرجع تاني هنا على تمام. لو انت عايز تعمل كمان تايب سكريبت، احنا ما عندناش تايب سكريبت، فعايز تزوم مع الرياكت الفيو، طبعا هو انجلر عنده الموضوع ده فمش هتلاقي الانجلر هنا، تمام؟ لان انجلر عنده جاسمين وعنده كارما فما بيستخدمش الاثنين دول. ده بالنسبه لكل ما يخص ايه الموك اكزامبلز بالشكل ده. كمان في على الويب سايت نفسه اعتقد في اكزامبلز كمان، ادي اكسبريس هنا لو اداني برضه هنا ده. على الراوت بالشكل كده. فيش هنا حاجة تخص الدوكيومنتيشن، وحتى هنا الصورة اللي هو جايبها هنا بالشكل ده. الفيتشر كمان انت ممكن تشوف كل الفيجوال ستوديو كود في السايد بار، وتقدر ترنه كمان. جايب لك أمثلة بالشكل ده كده، طبعا هو هنا مرتبط بالفيجوال ستوديو أو الجيت برينز كمان. أنا عايز بس أجيب لك هنا حاجة، ده الانستليشن وده الجيتنج ستارت، مهم جدا. بيشرح لك هنا الموك اهوت، تمام؟ وازاي تعمل الدايركتري بتاعك وتبدا تكتب التيست بتاعك شكل عامل ازاي، حاجه ده سامبل كده، تمام؟ وبعد كده تروح تقول له والله لا انا عايز اعمل تيست، فانت لازم تعدل السكريبت زي ما احنا اتكلمنا، وبعد كده تعمل ان بي ام ران تيست. خلي بالك ده السامبل كود لحاجه بسيطه، تمام؟
ويبدا بقى يشرح لك بعد كده. طب لو انا عندي ده الشوت جي اس، احنا قلنا الاكسبكت والشاي اللي انا قلت لك عليهم، عايز تيست الاسنكرونس بيقول لك ازاي تعمله تيست، تمام؟ بيبدا يشرح لك انا يعني ما تعتمدش اعتماد كلي، انا بدي لك سامبل وبشرح لك الموضوع بيعمل ايه والكلام ده كله ازاي، بس برضه لازم تبص على الدوكيومنتيشن. وانا بنصح اي حد ان لازم يبص على الدوكيومنتيشن، ما تاخدش برضه الكلام بتاعي يعني مسلم بيه قوي، طبيعي انت لازم تقرا، وانا عايز الناس تقرا كتير، ما تاخدش انا بدي لك الخلاصه بس انت لازم تخش تقرا بنفسك، لان ده مهم جدا جدا جدا. ده كان هنا بالنسبه لنا، انا وريتك الويب سايت ووريتك سامبل كود، وان شاء الله في الفيديو الجاي هنعرفك ازاي تعمل الامبلمنتيشن ان شاء الله، تمام؟ ده بخصوص الجزء ده.